طيب تعالوا بقى ناخد حضراتكم لملف مختلف حبتين، هنروح لمنتخب مصر لليد. عايزين نعرف حضراتكم ان الاسباني روبرتو جارسيا مدرب منتخب مصر لكرة اليد اعلن قائمة الفريق اللي هتشارك ان شاء الله في بطولة العالم المقامة في بولندا والسويد خلال الفترة من 11 وحتى يوم 29 من يناير الجاري. ضمت القائمة 16 لاعب وثلاث حراس مرمى وثلاث لاعبين في قائمة الاحتياطي، طبعا متوقع لان يعني تحسبا لحدوث اي اصابات لا سمح الله او اي قرارات فنية من قبل المدير الفني. بتشهد قائمة مصر بعض الغيابات ولكنها غيابات الحقيقة لازم يتوقف قدامها شوية، يعني لما نقول لحضراتكم ان قائد المنتخب احمد الاحمر مش هيكون بيشارك بسبب اعتزاله اللعب الدولي اكيد خسارة فادحة للمنتخب، وبنتكلم عن نجم استثنائي اوجد نجومية مفرطة لكرة اليد بشكل عام، احنا بنتكلم على واحد من اهم لعيبة كرة اليد في تاريخ كرة اليد المصرية الحقيقة. كمان هيغيب يحيى خالد نجم فيزرم المجري بسبب اصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة، اكيد بنتمنى له الشفاء العاجل. محمد عصام الطيار هو كمان هيغيب وهو حارس مرمى لايبزيج الالماني اللي استبعد لأسباب فنية. بالنسبة بقى لقائمة المنتخب فالقائمة بتضم الأسماء الآتية: في حراسة المرمى كريم هنداوي، محمد علي، عبد الرحمن حميد، الجناح الأيمن محمد سند، أكرم يسري، الجناح الأيسر عمر الوكيل بكار، أحمد مؤمن صفا، لاعب الدائرة إبراهيم المصري، أحمد عادل، محمد ممدوح هاشم، شادي خليل، الظهير الأيمن مهاب سعيد، محسن رمضان، الظهير الأيسر علي زين، يحيى الدرع، حسن قداح، صانع اللعب احمد هشام دودو، وسيف سيف الدرع واحمد خيري. وبالمناسبه منتخب اليد موجود في المجموعه السابعه مع ناس تقايل كلها كرواتيا والمغرب والولايات المتحده الامريكيه، اكيد هيبقى لنا كلام كتير مع حضراتكم عن منتخب اليد وتوقعاتنا للي هيعمله ان شاء الله اثناء مشاركته. هنتكلم في كل الكلام ده في فقرتنا اللي هينورنا فيها الناقد الرياضي الاستاذ علي البحيري. بص زي ما انت قلت تحديدا لو هنتكلم عن احمد الاحمر من اللعيبه التقال جدا، طبعا هو لاعب نادي الزمالك بس حق يقال هو من اللعيبه التقال جدا جدا واللي قدم لمنتخب مصر لليد العديد من البطولات واللعب الحلو واللعب اللي طبعًا بجد كان يمتعك زي ما بيتقال كده وسكور حلو. فطبعا فكره ان هو يعتزل دوليا وده وفقا للسن بتاعه فامر طبعا ما فيهوش مشكلة، لكن الواحد بيزعل، يعني الواحد طبعا بيزعل، لكن بنتمنى ان منتخب مصر يبقى عنده نماذج زي دي كمان في المستقبل. وبالفعل احنا عندنا برضو قطاع الناشئين بتاعنا في اليد رائع في الأندية المختلفة يعني، فبالتوفيق ان شاء الله كمان للي جاي. بس اكيد هي خسارة ومش بس احمد الاحمر، لبعض الاسماء اللي هي اضافت كتير لهذه يعني الرياضة.